علي وزير الاتصالات للابداع التكنولوجي وليس الابداع الادبي او كده عشان نكون تكنولوجي انوفيشن، وفي نفس الوقت نائب رئيس هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات اللي هي ايتيدا. طبعا شكرا جزيلا على الدعوه الكريمه وفرصه طبعا نلتقي بالزملاء، ويعني الاهرام طبعا كلنا بنسعد لما يكون في ندوه وبنتكلم على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في يعني اطار ندوات من الاهرام. يعني بنشكركم جزيل الشكر على الدعوه الكريمه. طيب انا هبتدي كلامي الحقيقه عشان يعني احط كده ماده تكفي للاسئله، بعد كده هتكلم على مجموعه محاور. اول طبعا محور احنا النهارده بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، فاسمحوا لي انا مش عارف خلفيه الحضور، لكن اسمحوا لي كده اقول في ثلاث انواع بنسمع عنهم النهارده. فلما بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، يعني لو جه حد في القاعه دلوقتي وخد كميه صور لكل اللي موجودين وبعد كده دخل الكلام ده على تطبيق، التطبيق ده بيتعلم الصور، بيتعلم الاشكال، فيقدر بعد كده لو شاف وشي حتى لو شافه من الجنب او كده يقول ان ده حسام. فده مثال الى AI او ذكاء اصطناعي، في تعلم للآلة، المكنة اتعلمت الصور، اتعلمت مين مناخيره كبيرة شوية مين بقه صغير شوية، وقدرت في الاخر تعرف فين حسام. ده الذكاء الاصطناعي اللي احنا اللي هو العام اللي بنسمع عنه. بعد كده في حاجة طلعت اسمها Artificial General Intelligence، اللي هو حطوا كلمة General او عام في الوسط، بقى ذكاء اصطناعي عام، اللي هو بيتكلم على المنظومات الذكاء الاصطناعي الاوتونوموس المستقله اللي ممكن تتصرف زي البني ادمين، زي ما شفنا كده صوفيا وحاجات روبوت وكده بيتكلموا في موضوعات مختلفه مدربين على هذا. ممكن يكون في حاجات في العربيات ذاتيه القياده وفي مجالات مختلفه. فده ذكاء اصطناعي ملوش اطار صغير ان هو مثلا يكتشف الصور، ولكن ليه اطار كبير بيعمل حاجات مختلفه، فهو الارتفيشال جنرال انتليجنس. في حاجه ظهرت مؤخرا بقى من يعني ابتدت تنتشر مؤخرا، لكن هي بقى لها سنتين ثلاثه، اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو الجنراتيف اي اي، زي ما بنسمع عن التشات جي بي تي. وده اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي ببساطه وسرعه بيطلع بيجنريت او بيولد محتوى. قد يكون المحتوى ده نص اقول له يعمل لي بحث يقول لي راي، قد يكون المحتوى ده صورة، ممكن هو خد صورنا بالشكل ده لكن ممكن يعمل لي صورة وانا بعيط، يعني هو يألف يجنريت صورة ليه وانا بعيط رغم انه ما شافنيش وانا بعيط، لكن هو هيعمل القصة دي. وممكن انه هو يعمل بقى اللي بيسموه ديب فيك، يعني يعمل صور يألف صور يألف رسومات وهكذا. فده اللي انتشر مؤخرا على رأسه اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو تطبيق للتشات جي بي تي. دي محاور اللي بنتكلم عليها التعريفات المنتشره للذكاء الاصطناعي. طيب احنا بقى في مصر احنا فين وبنعمل ايه ومحاور عملنا ايه؟ طبعا في حاجه اسمها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، صادر بقرار رئيس وزراء بتشكيل المجلس الوطني، اللي هي الشرف ان انا اكون عضو في هذا المجلس. المجلس ده مسؤول عن ان هو يحط استراتيجيه، يشوف ايه اولويات الاي اي في مصر، يطبق هذه الاستراتيجية، يتابع تنفيذها على محاور المختلفة اللي هي مستهدفة. احنا بقالنا 3 سنين تقريبا استراتيجية، النهاردة في خلال شهور هتكمل 3 سنين. فأول وظيفة لهذا المجلس وضع الاستراتيجية. طيب الاستراتيجية باختصار شديد، ده احد محور هتكلم عليه بسرعة، انها قالت ان انا عندي في برنامج اسمه برنامج الاصلاحات الهيكلية في الدولة. البرنامج ده قال ان الزراعة مهمة، يبقى لما نيجي نستخدم الاي اي اكيد هنفكر في الزراعة. يبقى احد المشروعات اللي شغالة النهاردة في مجال الذكاء الاصطناعي ان احنا التعدي على الاراضي الزراعية وتحديد انواع المحاصيل باستخدام الاي اي من صور الاقمار الصناعية، وده حاجة اكيد متوقعة وحاجة سهلة. طيب برضو الاصلاحات الهيكلية قال من القطاعات المهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيبقى عندنا برضو في شغل في مجال الاي اي في القطاع. اهم حاجة كلنا بنسمع عنها اللي هي موضوع اللغة العامية للنصوص والسبيتش اللي بيسموها معالجة اللغات او الناتشورال لانجويج بروسيسنج، يبقى في تطبيقات بتستخدم النهاردة ومشروعات بيتم تنفيذها عشان اللغة العامية المصرية اقدر احولها من تكست تو سبيتش، اقدر اترجمها انجليزي. احنا مهتمين برضو باللغة الصيني
ففي شغل بيتم عشان طبعا الشغل الكتير مع الصين الايام دي في الحراك ما بين اللغه الصينيه واللغه العاميه المصريه مع اللغه العاميه الصينيه وليس اللغه الرسميه. فده محور، ده احد المشروعات اللي شغالين بيها. طبعا في اهتمام بالقطاع الحكومي، ففي مشروعات بتتم مع وزاره العدل حاجات ليها علاقه بانفاذ القانون باستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا اساسي القطاع الصحي، استخدام الذكاء الاصطناعي في موضوع الامراض المنتشره في مصر زي السكر والضغط وتاثير السكر على النظر وخلافه، وطبعا يعني عفانا جميعا موضوع البريست كانسر وحاجات زي كده. ففي تطبيقات برضو احد الاهتمام الاستراتيجيه بمشروعات الاي اي في مجال الصحه. فدي عندنا صحه، عندنا زراعه، عندنا تطبيقات جوه الحكومه مع وزاره العدل والداخليه والرقابه الاداريه وخلافه، وعندنا المشروعات المحور الاخير اللي مهتميه بيه الاصلاحات الهيكليه اللي بيسموه الصناعات التحويليه او الترانسفورماتيف اندستري، ان انا طبعا استخدم الاي اي في الصيانه الوقائيه للمكن جوه المصانع وهكذا. دي المشروعات اللي اهتمت بيها الاستراتيجيه عشان تتسق مع ما يسمى برنامج الاصلاحات الهيكليه اللي الدوله بتعمله بقالها كذا سنه. طيب في محور تاني جوه الاستراتيجيه اللي هو بناء القدرات، ده مهم جدا جدا جدا. يعني بنسمع كلام كتير على الهايب والخوف من الاي اي، اي حاجه في الدنيا بتتعامل معاها بالوعي، العلاج لاي حاجه الوعي، فلا بد من انك تعمل وعي للجميع، للفني وغير الفني، يعني مش الوعي فقط للمتخصص، لا للجميع. يعني انا كنت لسه بقول لماجد بيه على حته ان انت ازاي تستفيد من التشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي التوليدي في شغلك جوه مؤسسه الاهرام. النهارده بدل ما بقعد اعمل بحث على الانترنت بطريقه بطيئه وبطلع نتائج بتاخد وقت، انا اقدر اعمل النتائج دي في صوره جدول، في صوره ان انا عايز اكتب، كنت بقول لماجد بيه لو عايز اكتب ايميل دعائي لاحد اصدارات الاهرام، انا ممكن اطلب من التشات جي بي تي يعمل لي كده. هو النهارده يعمله لي بالانجليزي معلش، لكن ممكن اقول له انا عايزك تعمل لي دعائي لاصدار معين في الاهرام، وعايز ابعت هذا الدعاء الى السفارات المصريه او السفارات الاجنبيه اللي موجوده في مصر. يعني اقدر اديله كده، بيسموه برومت انجينيرنج، ان انت بتاخد معلومات فوريه من التشات جي بي تي وخلافه. فاقدر استفيد من خلال ايه؟ من خلال بناء القدرات، ان انا ازود الوعي وافهم الموظف ان دي تقنيات بتساعده، بتديله زقه 60-70%، وبدل ما كان بيعمل شغل بجوده اكس ممكن يعمل شغل بجوده 10 اكس. فعندنا طبعا في الوزاره مجموعه كبيره جدا من البرامج التدريبيه بناء القدرات وللتوعيه، سواء يمكن حضراتكم سمعتوا عن مستقبلنا رقمي، بنات مصر الرقميه، ازهقكم بقى في رقميه، اشبال مصر الرقميه، براعم مصر الرقميه، من اول المدارس لحد الخريج. وعندنا برنامج طبعا المهندسه غدا لبيب نشطه جدا، نائب معالي الوزير، في تدريب موظفين الجهاز الاداري في الدوله. احنا دربنا اكتر من 5000-6000 واحد على الاي اي، لازم افهمه يعني ايه اي اي وكيفيه الاستفاده من الذكاء الاصطناعي في الشغل. فده محور تاني. يبقى عندي الاستراتيجيه جواها محور مشروعات، وجواها محور اللي بنتكلم عليه اللي هو بناء القدرات. في محور الثالث اللي هو خاص بالابداع، يعني ان احنا عندنا حاجه في مهمه جدا اللي هي الشركات الناشئه المصريه. يمكن في مقالات كتيره بتكتب وبنسمع، وبرضه كنت بقول لماجد بيه على ازاي الاهرام يشتغل مع الشركات الناشئه. دايما بيقولوا كده الفيله ما بترقص، كل ما تبقى فيل وتقيل رقصك بيبقى صعب شويه، ولكن الشركات الناشئه الصغيره بتكون رشيقه وخفيفه وبتاخد ريسك، فبتجيب افكار اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا. فلما اجيب الولاد الصغيرين دول واعمل لهم هاكاثون جوه الاهرام واقول لهم ازاي نطلع افكار من التراث وغيره باستخدام الاي اي، يقدروا يجيبوا افكار انا ما كنتش متوقعها، لان هم بيبصوا للامور بزوايا مختلفه. الحمد لله مصر ليها رياده بقالها كذا سنه في موضوع الستارت اب او الشركات الناشئه. وهنا نقطه مهمه جدا جدا، الستارت اب، عشان ساعات ناس بتسمع كلمه شركات ناشئه يفتكر انها شركه بقالها 2-3 سنين. اي شركه ناشئه هي الشركه اللي بقالها 2-3 سنين، ودي مشكله بنشوفها في الاعلام احيانا في الخلط ما بين المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره، واللي انا بتكلم عليه الشركات الناشئه.
الشركات الناشئه هي شركات رقميه بتحقق معدلات نمو هائله في فترات صغيره، ما هياش ورشه، ما هياش فكره عاديه، لا هي فكره قايمه على الابداع التكنولوجي. فاحنا في مصر مهتمين جدا بهذا الموضوع، مهتمين بدعم الشركات الناشئه اللي بتستخدم التقنيات الحديثه وفيها اي اي. الحمد لله لغايه دلوقتي احنا كنا الاول الثاني الثالث على افريقيا والشرق الاوسط اخر 3 سنين، السنه دي احنا في المركز الاول لغايه دلوقتي على افريقيا رغم اللي بيحصل في العالم طبعا. فموضوع الشركات الناشئه واستخدام التقنيات، عندنا شركات بتعمل بالاي اي عشان موضوع التطبيقات الصحه، كان في شركه شهيره لسه اسمها ديليني تك، شركه امريكيه اشترتها، عاملين شغل مسجلين براءات اختراع باستخدام الاي اي في الامراض والتطبيقات الصحيه. في شركات كتيره يعني مش عايز يعني كتيره الحقيقه موجوده في هذا المجال بتطلع بيانات وبتستخدمها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالمحور ده في منتهى الاهميه، بيحقق تنميه اقتصاديه، بيأثر على الاجمالي الناتج المحلي للدوله اللي هو الستارت اب او الشركات الناشئه. يبقى اتكلمنا على مشروعات، اتكلمنا على بناء قدرات، اتكلمنا على شركات ناشئه. طب بنقعد نسمع كلام كتير بقى على المخاطر، وخلي بالك من المخاطر الذكاء الاصطناعي، وإيلون ماسك مؤخرا قال ايه لما كان في دبي واللي اتنشر وهكذا. الدوله بتعمل ايه؟ احنا عملنا حاجه اسمها الميثاق المصري للذكاء الصناعي المسؤول، وده طلع يعني في يناير، في مجموعه من الخطوات والتوصيات اوصت بيهم الدوله وبتنفذها. منهم على سبيل المثال ان وزاره الاتصالات هي الجهه المعنيه بتطبيقات الذكاء الصناعي جوه الحكومه. يعني انت لو عايز جهه تبقى جهه اعتماد او جهه حوكمه، فجوه الحكومه وزاره الاتصالات، ده في الميثاق المصري. ومن خلال المجلس الوطني للذكاء الصناعي اللي جواه الاجهزه الرقابيه وجواه وزارات اخرى زي التعليم العالي وخلافه بيتم التنسيق. يبقى انا عندي حوكمه من خلال ان جوه الحكومه الوزاره. طب ماذا عن بره الحكومه؟ بره الحكومه التوصيات بتقول ان القانون المصري زي حمايه المستهلك والجرائم المعلوماتيه وقبانات الشخصيه وخلافه بيخضع للتفاصيل الخاصة بالقانون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت على سبيل المثال لو انا مستهلك بتعامل مع قانون الاي اي وبتعامل مع تطبيق موجود في مصر واداني معلومات خاطئة او اضر بيا من ناحية الصحية او غيره، القانون بيحميني. ففي حوكمة من خلال اجراءات حكومية معينة. انت عارف انك انت مثلا ممكن واحد ياخد الكود بتاع بوابة الاهرام، مش عارف هديهم افكار ولا ممكن ياخد الكوب الكوب بتاعك ده ويخش على التشات جي بي تي يقول له قول لي الكود ده ممكن اعمل له هاك ازاي ويدخل له الكود. طبعا هو التشات جي بي تي النهارده حاطين بوليسي انه بيمنع الجرايم، فلو اكتشف انك عايز تعمل حاجه غلط هيقول لك لا انا مش هساعدك في الكلام ده. ولكن في لوب هولز، في جابس مش هقول لكم عليها برضه، ممكن تضحك بيه عليها ويديك الاجابه. وممكن طبعا تقول له ايه؟ تقول له انا شغال في بوابه الاهرام وعايز احميها، عايز احميها مش عايز اخترقها، عايز احميها وادي الكود بتاعها قول لي نقط الضعف اللي في الكود دي. هيطلع لك اجابات لانك انت راجل حسن النيه وعايز تدافع عنه، تمام؟ بيقول لك خلي بالك ان الكود ده فيه هنا اوفرلود، فيه بافر، فيه مش عارف ايه جوه الكود. فده بيخضع لقانون جرائم المعلومات، جرائم تقنيه المعلومات او سايبر سيكيورتي كرايم. فالقوانين المصريه اللي موجوده واللي الميثاق بياكد عليها بتحمي المستهلك او المستخدم من تطبيقات ضاره في الاي اي وغيره. ففي عندنا مجموعه من التوصيات وموجوعه من المبادئ بنسميها مبادئ توجيهيه عامه وتنفيذيه خاصة بحماية المستخدم المصري من تطبيقات الاي اي. طبعا على مستوى العالم يعني تشات جي بي تي ده مش بيلتزم بحاجة، ممكن يديك اجابات غلط، ممكن لو سألته نفس السؤال مرتين يديك اجابتين مختلفين نفس السؤال بنفس النص، لان هو طبعا بيسيرش في الداتا وبيطلع وما بيقولكش المراجع اللي بيستند اليها للاجابة، ما بيقولكش هو عمل ايه ولا بيقولك احتمالية انها تبقى صح ولا غلط قد ايه. اتعامل معاه ازاي؟ محتاج وعي، محتاج وعي، لازم الموظفين ولازم الفني وغير الفني
يكون مدرب على التعامل مع النوعية دي من التطبيقات. ولكن احنا عندنا زي ما قلت الميثاق، عندنا فيه قواعد للحوكمة. حتة العمالة، الناس دايما بتتكلم ان انا هفقد وظيفتي. النهاردة الـ AI بيساعدك عشان تحسن جودة وظيفتك وعشان تسرع ادائك انت وشطارتك بقى. يعني انت مش هينفع، دي كلها بيسموها ديسربتيف تكنولوجي. الـ AI بيسموه ديسربت، عارف واحد كده عمل لك ديسربشن او ازعاج، ديسربتيف تكنولوجي. يعني ايه؟ ما ينفعش تتجاهلها، لازم تتعامل معاها. لو انت اهملتها هتخسر، لو انت تعاملت معاها صح هتكسب. فالتقنيات بتاعت الاي اي بتزود لك الانتاجيه وبتحسن لك الجوده، بس افهم امكانياتها، افهم تقدر تستغلها ازاي. فالميثاق بيحمي زي ما قلت، وبيقول توجيهات، هو موجود على فكره على موقع المجلس الوطني، وفي مجموعه من في كل المجالات التوظيف بيقول لك اه في وظائف ممكن تفقد، لكن في وظائف هتبقى موجوده. يقول لك مش عارف في 100 مليون وظيفه هيقعوا، لكن في 120 مليون وظيفه هيجوا. انت زي اي حاجه، انت محتاج تطور نفسك عشان تحافظ على وظيفتك. ما ينفعش انك انت تقول انا سكيو في الوظيفه مهما كانت امكانياتي. طبيعي انك انت بتحسن امكانياتك عشان خاطر تقدر تعمل شغلك بجوده وبانتاجيه عاليه. فده كان المحور الاخير، بس ان انا بتكلم على الاي اي من ناحيه الميثاق، ومن ناحيه ازاي نعمل حاجه اسمها ذكاء اصطناعي مسؤول بتوجيهاته. يعني يمكن اخر تعليق هقوله في هذا المجال، يعني لو النهارده الاهرام عايزه تعمل للتشات جي بي تي بتاعها، في حاجه اسمها chat with your own data، اتكلم بمعلوماتك. انا ممكن اجيب ستارت اب لطيفه كده صغيره واقول له ادي التراث اللي عندي، درب للتشات جي بي تي على الداتا بتاعتي، مش على كل الداتا اللي انت شفتها لغايه سبتمبر 21، لا على الداتا بتاعتي، ويبقى عندي للتشات بجي بي تي بتاعي جوه الاهرام خاص بيا انا، يقدر يعمل لي كنز من المساعده، ويقدر يقول لي معلومات انا كنت بقعد اعمل عليها سيرش بتاخد مني ايام وليالي وشهور ومش هتطلع بالجوده المطلوبه، هو يقدر يعملها لي في ثواني. ففي حاجه اسمها تشات ويز يور اون داتا، فانا الاهرام عندي داتا، اي كان تشات ويز ماي اون داتا واطلع انسايت استخدمها بعد كده مع العالم الخارجي. فالاي اي ديسربتيف تكنولوجي في منتهى الاهميه، ليها فوائد يعني هائله. بيتوقعوا انك انت على 2030 هيمو الاقتصاد العالمي بسبب الاي اي، بيتكلموا على حوالي 13 ل 15 تريليون دولار. فمن المهم لاي جهه انكلودنج الاهرام انها تعرف تتعامل مع الاي اي، تعرف تستغله كويس، الدوله المصريه كلها تستغله كويس، تستغل الاي اي كويس. ويعني اول خطوه الحقيقه برضو انا قلت لماجد بيه فكره وجود برنامج لتدريب وتاهيل الكوادر اللي موجوده في الصحافه او في الاهرام على تقنيات الاي اي. شكرا.